بسم الله الرحمن الرحيم. بنتابع البيض بتاع الزبرة الجلولايت يا جماعة. نفس الحوض اهو، هنلاحظ ان مادة المسيلين الازرق تركت اثر على الزلط اللي كان موجود، اللي كنت بظبط بيه وضعية الشبكة. هنبص نسمي تحت، بسم الله الرحمن الرحيم، هتلاقوا البيض اهو. طبعا بعتذر عشان الكاميرا بتاعتي اي كلام، يعني نركز شوية. لو ركزت شوية هتلاقي ان بعض البيض في حركة. شايفين الجنين الابيض اللي جوه البيض ده بيتحرك اهو. هتلاقوا بعض حركة في البيض، ركزوا معايا شوية. البيضة اللي هتبقى جواها مية كريستال وجواها الراس دي ديل، هي دي البيضة السليمة اللي نجت من الفنجس. البيضة اللي هيكون فيها لون ابيض زي الحليب، هي دي البيضة اللي فشلت في ان هي تنجح ان هي تتحول لسمك. حاول نركز على عنصر الحركة شوية. شايفين الجنين؟ سبحان الله. ده هو الجنين بتاع الزبرة. أول ما يفقس إن شاء الله هنبتدي نصور تاني عشان تشوفوا عظمة ربنا إزاي بيخلق الجنين. شايفين الحركة؟ هو بيتحرك نفس حركة الجنين في بطن الأم، حركة دائرية. شايفين البيضة دي اهو بتحرك اهو. وسبحان الله العظيم اللي خلق فسوى. شكرا ليكم الحاج محمد نجيب، اسكندرية.